مدام أماني. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته. حضرتك يا اتفضلي. مدام لمياء؟ الحمد لله انا بخير. بحبك جدا وبحب الشيخ رمضان رمضان عبد الرازق جدا، والله بحبكم في الله بطريقة غير عادية. ربنا يبارك ربنا لك يا رب. يرضيكم يا رب ويزيدكم علم على علم ربنا في يخليك يا البرنامج رب. الهايل ده، ربنا يخليك. اتفضلي. انا عندي 60 سنة، ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يخليك. وعايز اسأل الشيخ رمضان بس في حاجة، اتفضلي. في الزوج اللي على طول بيهرب من مسؤولياته، وكل شوية ياخد شنطة هدومه ويروح محافظة تانية عشان الزوجة، عشان مش عايز يخدم عياله، ويقول لي ما انا كفاية عليا ان انا كده بقيت خدام ليك ولعيالك. ما هو عياله انا هو كمان. انا عندي 3 ولاد، ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يخليك. هم فيهم منهم يعني عاقين، وبقول الحمد لله انا زرعت زرعتي، ولو خابت ما فيش مشكله، ربنا عايز كده والحمد لله. واحنا قريبين جدا من ربنا، وحج وعمره والحمد لله. الحمد لله. هو دلعهم من كتر ما كان بيديهم فلوس. الولد الكبير خالص باظ لدرجه غير عاديه، لدرجه بعنا كل اللي عندنا، ما بقتش املك حاجه غير الشقه اللي انا عايشه فيها. انا انسان يعني، كنا ناس ميسورين وكويسين وحالتنا حلوه جدا، ومن كتر ما الولد، من كتر ما خد 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 خد، ما بيشتغلش خالص، وعلى طول معتمد عليه، وطلق مراته وعنده 3 ولاد، لا إله والمهم إلا عقلي، الله. وبنتي برضه مطلقه وعندها ظروفها، ومضطره ان احنا طبعا اتطلقت السنه اللي فاتت هي كمان. طيب يعني انا لما اخدم بنتي دي فيها مشكله؟ ما هي مطلقه، ينفع ياخدني واروح اعيش في محافظه تانية غير القاهره؟ طب وبنتي لما بنتها تعيا اللي معاها طفله 6 سنين، لما بنتها تعيا ما بتلاقيش، لا بتعرف تسوق ولا عندها هو عايز عربيه، يروح محافظة تانية ليه؟ بيرتاح فيها، هو حابب مرسى مطروح، لا نروح ننقل حياتنا هناك، انا تعبنا من خدمه العيال. نعم. طب وبنت حضرتك بتشتغل؟ لا ما بتشتغلش، ما طب قاعده ما هو ده ما بنتها، كانش ممكن ان انتوا تاخدوها معاكوا ببنتها؟ هي قاعده في الشقه عشان حاضنها، عشان جوزها كان عايز في قواضي بيننا وعايز ياخد الشقه. لا انا مش سامعه صوت حضرتك. بقول لحضرتك ما ينفع انها تروح معاكوا ولا لأ؟ لا ما ينفعش طبعا، هي مدرستها هنا وبنتها هنا، وجوزها لو هي مشيت وسابت الشقه هياخدها. هياخد الشقه، لان في قواضي بيننا. يعني هو دلوقتي طلقت من شهر، بقالنا سنه في القواضي، ومن شهرين بس اتطلقها، ولسه ما ادهاش حقوقها. يعني تمام. احنا اللي بنصرف عليها لغايه دلوقتي مدارس خاصه، والبنت يعني بنت واحده، هل ينفع اسيبه وعندي بنت مطلقه؟ طب الولد اسمه ولد، وكنت قايمه بعياله الثلاثه لغايه يعني بيني وبين حماته، وهو مع نفسه وعايز يتجوز. طب ماشي، ده ولد، حتى لو وقفت في الشارع ده ولد، قاعد يقعد لوحده ده ولد. الا لما البنت انا ينفع اسيبها يا مدام لمياء واروح محافظه تانيه واقول له ازاي؟ طب ما هي التليفونات، لو انا رحت الصين حتى، ما هم ولادي، ازاي اسيب ولادي؟ ازاي دي بنت مطلقه لازم تبقى في رعايتنا؟ بنتها عيد بنوديها للدكتور، هي عيد بنوديها للدكتور، بنجيبها هنا يوم هنا يوم، نروح لها يوم كده كل حاجه. يزعل روح واخد شنطه هدومه واقربها النهارده الصبح، واخد شنطه الهدوم ولمم كل هدومه، ويقول لي انا ماشي، انا تعبت من خدمتك انت وعيالك. قلت له طب يعني، طب عيالي ما بيكلموكش دلوقتي، او ما بقوش يجوا زي الاول. طب انا في حد بيقول لمراته انا تعبت من طلاق من خدمتك، انت بتخدمني في حاجه؟ وانت لما تجيب طلبات بيتك بالعربيه يبقى دي فيها مشكله؟ يقول لي انا كفايه عليا كده، انا تعبت، انا عايزه بقى اعيش وعنده بس شويه. عنده قد ايه يا مدام امين؟ ماشي في 67 سنه، ويعني انا تعبت معاه، انا عمري كله معاه لغايه ما وقفت جنبه، لغايه ما بقى حاجه الحمد لله. وكان عندنا فيلا، والفيلا دي اتباعت كلها، وما بقاش عندي الا نص شقه في دور، من كتر ما باع في املاكه كلها عشان الولد الكبير. طب اعمل ايه؟ انت اللي بوظت، وهو نفسه بيعترف يقول لك انا اللي بوظت، وانا اللي اديت، وانا اللي بعمل، وانا اللي بوزع، وانا وعربيه وشقه، وكل واحد عربيه وشقه. طب اعمل ايه؟ كانه لما البنت نفسها قالت له انا كمان عايزه حقي، انا عايزه كمان انت جبت لي شقه، انا عايزه كمان عربيه زيه، يقول لي بص العكوك. قلت له انت اللي عملته في نفسك، ومع ذلك دي بنت مش هنقدر نسيبها واروح محافظه ثانيه، لا انت تيجي معايا. خلاص مش عايزه تيجي، يلا كل يومين يعمل لي صابونه لم النهارده كل هدومه وخدها وراح ماشي. انا تعبت. طب انت سيب لي انا المسؤوليه، وانا لا بسوق ولا عندي عربيه ولا اعرف اتحرك، كل حاجه هنا عندنا ما فيهاش يعني مش بالمواصله، بالعربيه.
لما انا يسيبني دلوقتي في السن ده، انا ماشيه في 61 سنه وهو في 67 سنه، بيني وبينه 6 سنين، قولي لي اعمل ايه بالله عليك؟ وزي ما انت العيال عكوك انت برضه بتعوك عيالك، ما هو في اعاقه، في عكوك اب لاولاده وعكوك اب لمراته، انا اعمل ايه؟ ابوس ايدك يا شيخ رمضان تبعت له نداء عشان هو بيتفرج على البرنامج بتاعك وبيحبكوا جدا 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 وبيشوف البرنامج ده كل يوم، تعرفوا اللي بيعمله ده مش صح، مش رجولة ان يتنصل من مسؤولياته، حتى لو مسؤولياته باظت وانت السبب في بوظانهم، بندعيهم اقول له اهديهم وربنا يهديهم وندعي لهم، احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، يمكن ده بيزيدنا رفع لربنا اكتر، مش قادر يستحمل، له نار عايز خروج، اكل شرب فسح بس يتهوى، لو العمليه اثرت معاه شويه لا الدنيا باظت. طب انت سايبني كده من غير فلوس؟ يقول لي ما انت عندك قرشين. قلت له يعني كل واحد ياكل من القرشين اللي عنده، يعني انت اكل انا من اللي عندي وانت مع نفسك كده؟ قال لي اه. اعمل ايه؟ بالله طيب عليكم قولوا لي، حاضر يا مدام امان، عقوق حاضر والدي يعني انا مستحمله عقوق الولاد وعقوق جوزي. حاضر حاضر يا مدام امان، تابعينا حضرتك. والله الواحد بيتوجع انه بعد سنين شقى وتعب وسنين العمر اللي بتروح ما بترجعش تاني ابدا، بعد السنين دي كلها الواحد ما يلاقيش حد حتى يبقى بيطبطب عليه ولا واقف جنبه يعني يخفف عليه عناء السنين اللي فاتت دي كلها. اسمحي لي اقول لحضرتك قصتين قبل ما اجاوب. اتفضل. يمكن القصتين يكون فيهم الاجابه. اتفضل. القصه الاولى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راجع بالجيش. معاه جيش كامل. ومعاه السيدة عائشة. فباتوا في مكان بالليل والجيش. السيدة عائشة استيقظت ما لقتش العقد بتاعها. أيوه. وكانت متسلفة. فقالت لسيدنا النبي العقد ضاع. الصلاة والسلام. فسيدنا النبي عارف ان العقد غالي عليها، فأوقف النبي الجيش وعطل المسيرة وقعد يبحث عن العقد للسيدة عائشة، وعلم الجيش كله بذلك، وتعطلوا شوية لدرجة انهم راحوا اشتكوا لسيدنا ابو بكر، يا ابا بكر ما ترى ما فعلته عائشة، عطلت الجيش وعطلت الرسول واوقفت المسيرة لعقد ضاع منها. فراح سيدنا ابو بكر لقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نايم في حجر السيدة عائشة. السيدة عائشة قاعدة مربعة رجليها كده وسيدنا النبي نايم في حجرها، نايم مش مجرد ايه، لا ده نايم نايم يعني. فسيدنا ابو بكر عمال يقول لها عطلت الجيش وعطلت الرسول واجهدت سيدنا النبي وايه، وبيزقها كده وهي مش عايزه تتحرك عشان ما تقلقش سيدنا النبي. يا سلام. خلص، فضلت قاعده ام ابو عمال ايه كده. وبعدين طلع سيدنا ابو بكر شويه وقام سيدنا النبي من النوم. صلوات والسلام. لما قعدوا الميه خلصت، مش لاقيين ميه، وحضره الصلاه مش عارف مش هيصلوا، هيصلوا ازاي؟ فانزل الله ايه التيمم ببركه سيدة عائشه فتيمموا. الصحابه قالوا سيدنا ابو بكر ما هذه باول بركاتكم يا ال ابي بكر، ربنا انزل التيمم، نزل التيمم ببركه ما حدث. بيقوموا الجمل بتاع السيده عائشه لقوا العقد تحته، واخذت العقد وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. يا عيني سيدي وتاج راسي معطل الجيش عشان عقد السيده عائشه، سيدي وتاج راسي عطل المسير عشان عقد السيده عائشه، عشان مشاعرها، عشان بتحبوا. مش بقول لكم عطلوا الجيوش واوقفوا المسيره، انما بقول لكم عطلوا الاهانه واوقفوا الاستفزاز. بقول لكم راعوا المشاعر يا جماعه، يا جماعه اصلحوا مشاعركم، اصلحوا الاحوال مع الزوجات. نداء للاخ الفاضل زوج الحاج اماني، يا سيدي الله يرضيك، الله يجبر بخاطرك. هقول لك على حاجه سيدنا عبد الله بن عباس كان يقولها. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول كان في اخلاق في الجاهليه قبل الاسلام المسلمون بها اولى، ثلاث اخلاق. نقطه مهمه جدا، اخلاق الجاهليه، تخيل حضرتك. قالوا طب ايه هي يا ابن عباس؟ قال كان الرجل يتزوج المراه فاذا مرضت او كبر سنها ولا حاجه له فيها يمسكها ولا يطلقها، حتى لو عايز يتجوز ده موضوع تاني، لكن ما يهنش الست اللي قضت عمر معاه
وفي البيت وهي لا تعلم شيئا. يا جماعة واحدة ست عندها 60 سنة عايشة مع هذا الرجل مش أقل من 30 سنة وكمان عندها ابتلاء في ولادها، بعيد عنا وعنك، ولا شغل ولا مشغلة وقاعدة في البيت وما تعرفش حاجة خارج البيت، طب تخرج ازاي؟ تهاني ازاي؟ يا سيدي انت عايز تتجوز اتجوز، لكن الست معززة مكرمة. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول كده، يقول كان الواحد من الجاهلية إذا كبرت عنده السيدة أو مرضت ولا يريدها يمسكها ولا يطلقها خشية أن تضيع، تقعد معززة مكرمة. الخلق الثاني كان إذا نزل به الضيف اجتهدوا في إكرامه مهما كان الأمر. الأمر الثالث كان إذا نزل بجار من جيرانهم ضائقة اجتمع الجيران جميعا حتى يخرجوه من هذه الضائقة، والمسلمون أولى بهذه الأخلاق. لعل القصتين دول أبلغ رد على هذه على هذا الاتصال. صحيح. صحيح. جدا. الخلاصة يا جماعة ليس من الرجولة أن تهين المرأة. عايز تتجوز ما تتلككش وتلف وتدور. زي ما قالتش إن هو عايز يتجوز، ما هي بتقول عايز يتجوز، قالت في وسط، قالت عايز يتجوز؟ قالت في وسط السؤال، في وسط الكلام. انا ما سمعتش. لا انا سمعت يا فندم، انا هاخد بالي من الكلام ده كويس. قالت عايز يتجوز، حد يقول لي عايز يتجوز؟ امال بيروح المحافظه الثانيه ليه؟ قال صح؟ مش عارف. قالت عايز يتجوز؟ ايوه يا فندم قالت. ما سمعتهاش. انا كنت احنا بقى ناخد بالنا من الحاجات دي. انا اصلي تاثرت بكلامها قوي، وهي بتقول اسيب ولادي، دول ولادي، دول ولادي، دول ولادي. طبعا ما يتسابوش. فالخلاصه ايه؟ جزاك الله خيرا، ربنا يرضيكي، وكل دمعه غاليه علينا، واجتهادك مع جوزك ومع اولادك مقدر عند الله رب العالمين. انت واللي زيك وكل ست في بيتها وبتحافظ على عيالها وجوزها مجاهده في سبيل الله رب العالمين. هذه شق. الشق الثاني، أيها الرجل الكريم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يقوت. أكبر ذنب يقابل به ربنا البني آدم إنه ما يصرفش على عياله، ما يصرفش على زوجته، ما يصرفش على أولاده، وإنه يتخلى عن مسؤولياته. رجل إزاي وأنا سايب مسؤولياتي؟ رجل إزاي وأنا سايب أولادي؟ طب على الشق الجانب الآخر، أيتها الزوجة أحسني إلى زوجك وعامليه معاملة طيبة، وقدري تعبه. لا ينظر الله لامرأة لا تشكر سعي زوجها وهي لا تستغني عنه. ده التوازن يا فندم. زي ما بقول اصرف على بيتك وولادك، بقول للزوجة اشكري سعي جوزك، جايب وشايل وطالع عينه تبرى البيت، ويجي يتكلم تقول له ما كل الرجالة بتعمل كده. لا عيب. لا طبعا. الله يبارك في عمرك. لا شكرا، ربنا ما يحرمنا منك. لا لا ده انا يعني بتعب عشان طيبة. ايه نعم؟ كلمة. صداقة. الله ينور عليك. ده انا بتعب عشانكم وعشانكم وعشانكم، ده رزقي ورزق عيالي. والراجل اللي تعبان وطلع عينيه في الشارع ده، ما هو ساعة على الرزق ده. الله يبارك في عمرك. ما هو الرزق له اسباب طبعا. فمسألة انها ترد تقول له ما كل الرجالة كده عيب، انت عملت ايه جديد؟ طب اتفضلي شوفي. فانا محتاج ده، محتاج يبقى الشكر بيننا جسر صحيح يصل المودة. وبرضو العكس ما هو بيحصل. الله يبارك. وانت عملتي ايه؟ ما كل الستات بتنظف، كل الستات بتطبخ، كل الستات بتوضب. لا احنا نقصد التوازن. هو تعب احنا نشكره، هي تعبت احنا نشكرها، وما نسيبش عيالنا وما نتخلاش عنهم. صح.